حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وفي افضل صحه. تعالوا نعمل النهارده صوص الفراوله الخطير ده. بصوا القوام بتاعه، عايزه اقول لك كمان هو كل ما بيقع كل ما بيجي قوام تحفه بجد، ولونه خطير بطريقه سهله جدا جدا ومبسطه ومتوفر في جميع الاوقات اللي فيها فراوله واللي ما فيهاش فراوله. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف الصوص الحلو ده عملناه ازاي. حطيت هنا حله زي ما انتم شايفين، الحله اللي اشتغل فيها هنا انا غسلتها كويس طبعا. هحط فيها نص كوبايه من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. هضيف معلقة كبيرة من السكر، والخطوة دي اختيارية، معلقة كبيرة من السكر يعني معلقتين صغيرين من السكر. تمام، احنا عايزين نعمل صوص فراولة، والفراولة مش متوفرة في السوق او غالية على حسب التوقيت اللي هتعملي فيها. فالنهاردة هنعملها بطريقة سهلة جدا مبسطة. كل اللي عليا ان انا هشتري الباكو ده كنت جايباه من مايوي، كنت عامله لكم قبل كده ريفيو عنه. طبعا متوفر الصوصات دي في اي مكان بيبيع ادوات الحلويات، المستلزمات بتاعت الحلويات هتلاقيه متوفر عندهم. اي حلواني بيبيع الحاجه دي هتلاقيه متوفر عندهم. اللي بيبيع الكريم كراميل وبيبيع كريم جانتي وبيبيع الفانيليا والمبودر والكلام ده هتلاقيه متوفر عندهم. الكيسه كانت رخيصه مش غاليه، بس طبعا التوقيت بتاعنا ده يختلف، كل وقت بيختلف فيه الاسعار. تمام، بس الكيسه يعني مش هتعدي 10 جنيه. طريقته سهلة قوي. بجيب بقى الباكو بتاعي ده وببدأ ان انا افتحه. على فكرة انا بستخدم الصوص ده على طول في الكيكات او الجاتوهات اللي بحب اعملها بصوص الفراولة، بيبقى تحفة، فبصراحة بحبه جدا يعني من الصوصات اللي جبتها وناجحه معايا، فبحب استخدمه على طول. بصوا بقى ده بيبقى شكله من جوه بودرة كده وفي زي فراولة كده، بصوا لون الفراولة، هم حاطين عليه كل حاجه وكمان عليه سكر، بس انا بزود معلقه السكر لان انا بحب الحاجه محليه، عشان كده قلت لك ممكن تستغني عن معلقه السكر. هاخد بقى الباكو ده واضيفه كده على نص كوبايه الميه. طبعا طريقه التحضير كمان مكتوبه على ظهره، يعني لو نسيتي الطريقه ممكن تلاقيها مكتوبه على ظهره. تمام، ببدا بقى نقلب كل المكونات دي على البارد كده. الخطوه دي انا بحب اعملها في اي حاجه احطها على النار بعد كده، احب اول حاجه ان انا اقلب على البارد لحد ما المكونات كده تمتزج مع بعض. بعد ما قلبت بالشكل ده، بصوا شايفين المنظر اهو، بصوا لونه حلو جدا. هاخده بقى احطه على النار. هنا باخده بقى كده، المفروض ان انا هشغل النار دلوقتي، بس انا عايزه اقول لكم على تريكه برضو. هنا بيديني اللون الروز البينك اللي هو ايه درجات الروزات والاحمر الفاتح، فانا عشان اعزز اللون بضيف نقطه من اللون اللي هو اللون الصناعي ده اللي هو الجل ده، بيبقى شكله كده اهو اللون الاحمر، شايفين اهو لون جل اهو. تمام، طبعا الخطوه دي اختياريه ممكن تستغني عنها. بحط هنا نقطه بالنقطة النقطتين حسب الدرجة اللي انت عايزاها، وببدأ ان انا اقلب. بصي مجرد ان انت تقلبي حتى من قبل اي حبس اداكي لون احمر حلو ازاي. انا بحب الدرجة دي عشان لما اجي ازين اي كيكات اعملها او جاتوهات تديني اللون الاحمر الحلو اللي انا بشوفه ايه على الجاتوهات والحاجات اللي احنا بنشتريها. هبدأ بقى نشغل النار. حط بقى على النار كده وبقلب فيه على نار وسط مش على نار عالية، ايدك فيه بتقلبي فيه كده وهتعرفي دلوقتي ان هو ظبط معاكي. بصي المنظر، طريقته سهله جدا، ماخدش وقت خالص، اهم حاجه تقلبي فيه بالشكل ده. بعرف بقى منين ان هو استوى معايا وبقى جاهز؟ لما يتقل معايا، ما بيبقاش خفيف كده، بيبدا ان هو يتقل معاكي. شايفين هنا القوام اختلف ازاي؟ هو لسه خفيف بس انا بوريكم ان القوام بيختلف. بصوا تقل غير مكان، بصوا بدا ان هو حتى شكله اتغير، بصوا بدا ان هو يتقل معايا، شايفين المنظر؟ بصوا بصوا زي ما انتوا شايفين، بصوا بدا يطلع فقاقيع كده، يبقى هو كده استوى معاكي. بصوا القوام اتغير معانا ازاي، شايفين عمل ازاي اهو. بصوا تقل غير مكان، شايفين؟ هطفي عليه بقى في المرحله دي مجرد ان هو طلع بقى الفقاقيع اللي احنا شايفينها دي، اهي باينه اهو بقى. بوله وافضي فيها، بصوا عامل ازاي معايا.
زي ما انتوا شايفين كده اهو. هتقولي يا الله ده خفيف برضو، هقولك ان هو لسه هيبرد، هنسيبه يبرد وندخله التلاجة، بيبدأ ان هو كمان يتقل عن القوام ده. هسيبه يبرد خالص واوريكوا شكله في الاخر. شايفين ده شكل الصوص بتاعنا بعد ما سبته برد معايا، ده بيبقى شكله بالشكل ده، وكل ما بيقعد كل ما بيتقل معاكي. ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقة جديدة بعدين.